الأميرة النائمة، حكاية من التراث الألماني. في قديم الزمان كانت هناك مدينة محاطة بالغابات الجميلة والبحيرات الرائعة، وعلى قمة الجبل شيدت قلعة جميلة. ولكن كان هناك شيء غريب، الناس وكذلك الحيوانات، الجميع كان بدون أي رد فعل أو حركة مهما كانت صغيرة، الجميع كانوا نياما. وفي يوم من الأيام مر أحد الأمراء عبر هذا المكان. يا إلهي، هذا بالفعل أمر غريب، كل شيء هنا نائم. وفي هذه اللحظة همس أحدهم للأمير: أيها الأمير، أيها الأمير، من هذا؟ من يناديني؟ نحن الذين يسكنون في هذه الغابة. أنتم؟ نعم، نحن ننتظر قدوم أمير من الأمراء منذ 100 عام، وأنت هو الشخص الذي يستطيع إنقاذ المدينة. إنقاذ المدينة؟ ما الذي حدث هنا؟ أخبروني. الأشرار، لقد وضعوا المدينة تحت تأثيرهم، والجميع هنا نيام. نعم نيام. لقد استمع الأمير إلى الحكاية المحزنة. لقد حدث ذلك قبل أكثر من 100 عام، عندما ولدت زوجة الملك أميرة صغيرة. لقد كانت سعادة الملك والملكة لا توصف بميلاد الأميرة الصغيرة، سيما وقد مضت عليهما فترة طويلة وهما بدون أطفال. لذا قرر الملك أن يقيم حفلا كبيرا بمناسبة ولادة الأميرة، وقد دعا إليها جميع أبناء مملكته، ولم ينسى سوى الشرير الذي كان يسكن الغابة. الأميرة سوف توخز بوردة ترمى عليها بمناسبة عيد ميلادها 15 فتنام، وكذلك جميع سكان المملكة. وعميقا جدا كان حزن الملك والملكة لهذا الخبر. وهكذا أمر الملك بأن تقطف جميع الورود وتحرق في الحال. ونشأت الأميرة في رعاية وحب أبويها، وذاع صيت حسن أخلاقها وتواضعها وجمالها الذي لا يوصف. وفي عيد ميلادها 15، انتظر انتظر انتظر، لقد تحققت بالفعل أحلام الشرير. لقد وخزت الأميرة بشوكة سوداء. في اللحظة التي سقطت فيها الأميرة في نوم عميق، دخل أيضا جميع سكان المملكة في سبات عميق. لقد نقل الشرير الأميرة الطيبة إلى مكان بعيد جدا حيث يصعب الوصول إليه. وهكذا أبعدت الأميرة إلى مكان منعزل لم يتمكن حتى الآن أن يصله أحد. وهكذا دخل سكان المملكة ومنذ أكثر من 100 عام في سبات عميق. وعندما سمع الأمير الحكاية عزم على إنقاذ الأميرة وأبناء شعبها. هكذا إذن، اطمئنوا، سوف أنقذ الأميرة وشعبها. شكرا لك أيها الأمير. ودعت الحوريات ربهن ليحمي سيف وحصان الأمير. وبسبب دعاء الحوريات أصبح للأمير سيف لن يقر وحصان لن يتعب مهما ركض. وسار الأمير سالكا طريقه عبر حواجز الورود ولعدة أيام. وأخيرا وصل الأمير إلى حدود الغابة، ورأى المكان الذي كان يسكنه الشرير.
لقد نجح الأمير في اجتياز طريقه متجاوزا كل الصعاب. المستنقع كان يعيش خادم الشرير الحوت. ها قد أتيت. أخيرا تمكن الأمير من الحوت وقتله، ولكن ما زال أمام الأمير ذلك الشرير، وعلى الأمير القضاء عليه، وعند ذلك يستطيع الأمير إنقاذ الأميرة وشعبها النائم. لقد غضب الشرير من براعة الأمير وشجاعته. يا للحق أورا. أين هو؟ وعندما هز الشرير سيفه بشدة بدأت القلعة الغريبة في السقوط. ومات الشرير وتحول إلى شجرة برية، وتقدم الأمير من الأميرة النائمة وقبلها من رأسها، وماذا تعتقد حدث في تلك اللحظة؟ لقد فشلت كل تعاويذ وأحلام الشرير، واستيقظت الأميرة من سباتها الطويل جداً. وفي نفس اللحظة التي تحركت فيها الأميرة تحرك كل شيء، حتى الطيور عادت تغني، وهكذا استيقظ جميع نزلاء القلعة. ولولا شجاعة الأمير وجرأته لما استطاعت المملكة أن تستعيد نشاطها وتتحرر من عبودية الشرير. و
وبعد ذلك تزوج الأمير من الأميرة الطيبة القلب، وعاش معها في القلعة حياة سعيدة وهانئة طوال العمر.